السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي بناتي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي جريد 5، واليوم إن شاء الله مع آخر درس في يونت 2 بعنوان Difference Between Two Sets. خدنا في الدروس السابقة خدنا اليونيون وخدنا الانترسكشن وتكلمنا عن اليونيفرسال سيت، وخدنا كمان الكومبلمنت سيت. المرة دي إن شاء الله هناخد آخر حاجة معانا في الأجزاء الخاصة بالتعامل مع السيتس أو المجموعات، وهو الديفرنس بتوين تو سيتس. عشان خاطر نفهم الديفرنس بتوين تو سيتس ممكن إن احنا نبدأ بحل مسائل، وحل مسائل هنا إن شاء الله هتساعدنا على إننا نفهم. لكن مقدمة إن أنا لما أكون بعمل ديفرنس بتوين التو سيتس، وليكن مثلا عندي إكس وواي، لو أنا بتكلم على إكس والواي في الحالة ديت انا عايز اجيب الـ difference between x and y، فانا بعبر عنها بالشكل ده. انا عايز اجيب difference between x و y، فبقول x وبحط شرطة زي الماينس واقول x minus y. طبعا الـ x دي set والـ y هنا set، فيبقى الماينس لما تكون بين two sets تنطق على انها difference. طيب بجيب ازاي difference between الـ x والـ y؟ بمنتهى البساطة الـ x minus y أو الـ x difference y معناها الـ element اللي موجودة في الـ x وما لقيهاش موجودة في y، يبقى كل الـ element اللي أنا أشوفها موجودة في x وما لقيهاش موجودة في y. طيب تطبيق للكلام دوت، خلونا ناخد كده أول حاجة عندي في إيه. بيقول لي find عندي في two sets، الـ set number 1 فيها 1 و 2 و 4 و set number 2 فيها 2 4 و 6. طيب انا لو حبيت اتكلم دلوقتي عن التو سيتس دولت وبينهم العلامه دي، معناها ديفرنس بتوين الفيرست سيت والسكند سيت. طيب عشان اجيب الديفرنس يبقى احنا نبص للفيرست سيت. الفيرست سيت هنا عندي فيها 1 و2 و4، طيب والسكند سيت فيها 2 و4 و6. هنلاحظ ان ال1 هي الاليمنت اللي موجود في الفيرست سيت ومش موجود في السكند سيت، اما ال2 موجوده وال4 موجوده. يبقى في الحالة دي الديفرنس بتوين ال 1 وال 2 وال 4 اللي هي الفيرست سيت وال 2 وال 4 وال 6 وال 6 اللي هي السكند سيت، هيبقى هنا عبارة عن انها هتديني برضو سيت جديدة ولكن فيها اليمنت واحدة وهو ال 1. يبقى ليه انا اخترت ال 1؟ لان ال 1 هو عبارة عن انه بيلونج تو فيرست سيت اند نوت بيلونج تو سكند سيت. نيجي لنمبر بي، اللي ما فهمش معانا الاي هيفهم معانا ايه بشكل اوضح. طيب بيقول لي في بي ان لو عندي في ست فيها اي بي سي دي، وعايز اعمل ديفرنس بتوين السكند ست اللي هي اي بي سي او، فلازم اشوف طبعا ايه الاليمنت اللي موجوده في الفيرست ست وما لقاهاش موجوده في السكند ست. طب نقدر نعمل حاجه بسيطه جدا، ان انا اقدر اعلم على اللي موجود واشوف ايه اللي مش موجود، يبقى هو ده الديفرنس بتوين التو سيتس. فنيجي نقول الايه موجوده، الايه موجوده، يبقى الايه هنا وهنا موجوده. طيب البي موجوده، البي موجوده هنا وهنا. طيب السي موجوده، السي موجوده هنا وهنا. طيب الدي موجوده، لا الدي مش موجوده. يبقى الدي هي عباره عن انها الديفرنس بتوين الفيرست سيت والسكند سيت. يبقى نفتح تو براكت كده ونحط جواها الدي ونقفل البراكت. تمام. نمبر سي، نمبر سي بيقول لي الفيرست سيت عندي هنا 3 اند 4 والسكند سيت هنا عندي 4. لما احب اجيب الديفرنس بتوين التو سيتس هلاقي 3 مش موجوده بينما ال4 موجوده، ال4 موجوده، يبقى ال3 هي اللي مش موجوده، وبالتالي يبقى ال3 هي عباره عن انها ديفرنس بتوين التو سيتس. نيجي لنمبر دي، عندي الفيرست سيت فيها 7 اند 8 والسكند سيت فيها 8 اند 7. ال 7 موجوده، ال 8 موجوده. طبعا الرينج هنا مش مهم، او الاوردرنج هنا مش مهم. طبعا في السيتس الاوردرنج بيبقى شيء نوت امبورتنت، مش مهم، بنحطهم باي طريقه. وبالتالي انا لقيت ان الاول اليمنت ان فيرست سيت موجوده برضو belong to first set وموجودة برضو belong to second set، وبالتالي هنا مفيش difference، يبقى نقدر نقول ان result هنا عبارة عن انها 5. طيب
فاي دي طبعا عارفينها اللي هي الام تي ست، يعني ممكن نكتبها بالشكل ده وممكن نكتبها على شكل ست وتكون فاضيه بلا element. نمبر اي، نمبر اي الفيرست ست عندي 2 اند 5، عايز اعمل لها ديفرنس للسكند ست اللي هي 3 و4. طيب ال2 مش موجوده، ال2 موجوده في الفيرست ست مش موجوده في السكند ست، وال5 نفس الكلام، وبالتالي الديفرنس هيديني الفيرست ست كلها اللي هي هتبقى 2 اند 5. نمبر اف الفيرست ست هنا عندي 5 والسكند ست هنا 1 2 5، وبالتالي انا لما اجي اشوف ايه اللي موجود في الفيرست ست ومش موجود في السكند ست مش هلاقي حاجه، لان الفايف موجوده هنا وهنا، وبالتالي هيبقى الريزلت برضو عندي هنا هيبقى 5. لما نيجي في جي يقول لي 5 وديفرنس مع السكند ست اللي هي ال 1 2 3، طبعا الفاي دي امتي ست، وبالتالي مفيش حاجه اسمها هتبقى موجوده فيها ومش موجوده في السكند ست، وبالتالي لما اشوف 5 ديفرنس اني ست هيكون الريزلت عندي على طول 5. ولكن العكس هنا، لما يكون عندي اني ست ديفرنس الفاي هيكون طبعا الريزلت اللي هو الفيرست ست على طول اللي هو هيبقى الفايف والسكس. طبعا ده مفهومه لان الفاي بلا element او without element او empty set. تمام، نيجي بقى لما نيجي نطبق الكلام دوت على فين دياجرام. بيقول لي لوك ات ذا اوبوزيت فين دياجرام ذن كومبليت. انا عندي في يونيفرسال ست زي ما احنا شايفين رمز الله بالرمز اليو، وعندي في تو سيتس الاي والبي، وفي طبعا اليمنت بيلونج تو اليو نوت بيلونج تو اي اور بي. تمام، طيب هو هنا هيفكرني بالانترسكشن واليونيون، وبعدين هيبدا يسالني عن الديفرنس بين الـ A والـ B ومرة عن الـ B والـ A. طيب نفتكر مع بعض كده الـ intersection between A و B بيبقى الـ common area اللي هي دي اسمها الـ common area between الـ A والـ B. الـ common area دي هي عبارة عنها الـ intersection. طيب لما نيجي نشوف كده الـ intersection هنا هنلاقي فيه one element اللي هو الـ 4، وبالتالي الـ A intersection B هيديني الـ element 4. نيجي الـ number 2 A union B. كنا بنقول إن الـ union معناها فكرة الاتحاد، معناها إن أنا باخد الـ all element in A and B، يعني الـ element الموجودة في A and الـ element الموجودة في B دول كلهم بيكونوا لي الـ union of B، بشرط طبعا ايه اني ما بعملش تكرار لاي element، وبالتالي هنا انا هقدر اكتب الـ all element اللي موجودة في الـ A والـ B. فنقدر نقول يعني مش مهم طبعا ان انا اعمل الرينج، هكتب اللي موجود قدامي، فهيبقى 7 والـ 2 والـ 4، محدش ينسى طبعا الـ common area اللي موجودة بين الـ A والـ B هنا الـ 4، لان الـ 4 دي belong to A and belong to B، وبعد كده عندي الـ 5 واخر حاجة عندي هنا الـ 6 واقفل الـ bracket. نمبر 3 بيقول لي ايه difference B، يبقى طبعا احنا خدنا شوية difference معناها ايه الـ element الموجودة في A وما لقاهاش موجودة في B. طبعا واضحة جدا ان الـ element الموجودة في A ومش موجودة في B هما 2 elements اللي هي الـ 7 والـ 2، وبالتالي نقدر نكتب 7 و 2 او 2 و 7 مش هتفرق. طيب نمبر 4 بيقول لي B minus A او B difference A. طبعا الماينس دي قلنا بتترجم الى difference لما نكون بنتكلم عن السيتس، فاقدر اقول ان B difference A، B difference A معناها الـ all element اللي belong to B and not belong to A. طبعا اللي موجودة في البي ومش موجودة في الاي، فواضح جدا الفايف والسكس، فتبقى الفايف والسكس. نكمل برضو في عندي فين دياجرام، وده ان شاء الله اخر جزء معانا في درس اليوم، هو درس الحمد لله بسيط.
بعد كده ان شاء الله هنعمل مراجعة سريعة على يونت 2 على اساس انه هو جزء مهم جدا وهيستمر معايا في السنوات القادمة. بيقول لي look at the opposite Venn diagram then complete. طبعا برضو عندي فيه universal set وعندي فيه two sets ال x وال y. طبعا اللي فهم معانا الدروس اللي فاتت بمجرد ما يبص هيعرف ان الانترسكشن بتوين x and y عبارة عن انها phi لاني مفيش اي common area موجودة بين ال x وال y. وبالتالي نقدر نقول ان ال x intersection y دي على طول بتساوي phi بمجرد النظر للفين دياجرام. نمبر 2 بيقول لي x union y. طبعا عندنا اليونيون معناها ان الاول element in x and y. باخد كل الاليمنت اللي في x واحطها على الايه الاليمنت اللي موجوده في y احطهم في سيت جديده وده بيديني اليونيون. يبقى في الحاله ديت افتح براكت واكتب الx كلها اللي هي ال2 وال5 واكمل كمان ال1 وال6 من الy وبعدين اقفل البراكت. تمام. نمبر 3 بقى بيفكرنا بالديفرنس. عندي اليو ديفرنس اكس. طبعا هنا الموضوع مهم جدا، هنا بيتكلم على اليونيفرسال سيت ديفرنس الاكس. ايه اللي موجود في اليونيفرسال سيت ومش موجود في الاكس؟ طبعا احنا عارفين ان اليونيفرسال سيت دي عباره عنها هنا بمثابه يعني ماذر اوف سيتس او دي ام السيتس اللي موجوده معاها، هي كونتين all sets. طبعا هنا السيتس اللي موجوده معاها اللي هي الاكس والواي، فهي اليونيفرسال سيت بتحتوي على او كونتين الاكس اند واي. وبالتالي نقدر نقول ان الاليمنت اللي موجوده في الاكس واللي موجوده في الواي واللي الاوت اوف اكس اند واي دي كلها بيلونج تو اليونيفرسال سيت. فما اجي اقول اليونيفرسال سيت ديفرنس اكس يبقى هاخد كل الاليمنت اللي هي اوت اوف اكس اللي هي بره الاكس، دي belong to y and not belong to x. فنقدر نقول ان اليونيفرسال سيت ديفرنس الاكس هنقدر نكتب الاول اليمنت اللي هي بره الاكس اللي هي ال3 وال4 وال1 وال6 ونقفل البراكت. نفس الكلام عايز اليونيفرسال سيت ديفرنس الواي، نفس الكلام انا اقدر كده اقفل او اشطب على الواي خالص واكتب كل اللي انا شايفه قدامي، فهيبقى عبارة عن انها 2 وال5 وال3 وال4. بكده يا ولادي نكون خلصنا النهاردة اخر درس معانا في يونت 2 وهو بعنوان الديفرنس بتوين 2 سيتس. ان شاء الله الدرس القادم هيبقى مراجعة مهمة على يونت 2. انتظرونا عشان تجدوا كل ما هو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، فعلوا زر الجرس، ده بالنسبة للناس الجديدة اللي اول مرة تشوفنا. اما للناس المشتركة معنا بالفعل فتشير الفيديو في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.